وللحديث عن الوضع الصحي في العراق في ظل تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونقص الأكسجين والخدمات الصحية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان الشمري. مرحبا بك معنا دكتور. يا مرحبا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. حياكم الله دكتور. من الواضح أن هناك زيادة مضطردة لأعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق، وهذه الأرقام المعلنة من الحكومة لا نعرف مدى دقتها، لأننا نتكلم عن أرقام في ضوء أرقام أو أعداد اختبارات يومية مطبقة ربما تكون مغايرة لتلك الأرقام. مساء الخير عليكم جميعا. في أي دولة من دول العالم مهما بلغت تقنياتها بالتشخيص فإن عدد الحالات المعلن لا ينطبق مع الواقع بسبب التأخير في إعلان هذا العدد بين منطقة وأخرى. نعم. وهذا ما حصل في بريطانيا في بداية الجائحة، إذ كانت عدد الأعداد المعلنة للإصابات في مرض فيروس كورونا ما تنطبق مع ما هو موجود بالواقع، كان يكون أقل. في دولة مثل العراق حتما فإن التشخيص الصحيح أولا يؤثر على عدد الإصابات. هنالك إصابات غير معلنة بسبب عزوف أكثر المواطنين عن التشخيص. وزارة الصحة لا توفي بمستلزماتها من 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 ناحية التشخيص الصحيح وإيجاد عدد أكبر عدد ممكن من المصابين لإجراء المسح لهم. فأنا أتوقع إنه يعني خلف كل حالة من الحالات المعلنة هنالك ثلاث حالات غير معلنة. نعم. من ناحية أخرى دكتور، العالم اليوم يقوم بعمليات التلقيح، وللأسف الشديد حسب موقع Our World in Data يقول إن العراق من ضمن 15 دولة على مستوى العالم مستوى التلقيح لا يتجاوز فيها 1%. يعني هذا يعني عدم الإقبال من المواطنين على أخذ اللقاح، وعدم وجود أساسا مراكز تطعيم كافية أو لقاحات كافية، وعدم توفر ثقة لدى المواطنين بالحكومة وبالقطاع الصحي. ماذا يعني ذلك ونحن في عام 2021؟ نسبة التطعيم الآن في العراق، عدد المطعمين الآن هم 700 ألف شخص ما بين 40 مليون عراقي، وهذا هذه نسبة جدا جدا ضئيلة. المشكلة أنه المواطن العراقي فقد ثقته بالحكومة، لأنه لما شاف أنه عدم وجود الكهرباء اللازم لخزن اللقاح في درجات حرارة منخفضة جدا، هذا واحد من الأسباب اللي خلى أكثر من العراقيين يمتنعون عن اللقاح. مع الأخذ بنظر العبار، هنالك من روج لموضوع نظريات المؤامرة والسيطرة على العقول والسيطرة على كذا ورجال الدين، لم يعطوا أهمية لموضوع اللقاح من الناحية اللوجستية، بحيث أصبح المواطن العراقي لا يثق بحكومته بسبب موضوع الكهرباء وموضوع خزن اللقاح. أيضا يقول لك أنا شكو ماخذ دواء اللقاح وهو أصلا ما مخزن بصورة صحيحة. الفساد الإداري اللي صار، أكثر من العراقيين يقول لك أريد أخذ ما أسوي شهادة عدم تلقيح، أدفع 75 ألف دينار عراقي ويعطوني شهادة تلقيح وما يعطوني اللقاح. نعم. هذه وحدة من هاي الشغلة خلت أغلب العراقيين اللي هم سواقين لأخذ اللقاح يعزفون عنه بسبب عدم ثقتهم بسبب وجود الفساد الإداري القاتل في وزارة الصحة. على ذكر الفساد دكتور عرفان، اليوم الكاظمي أثناء زيارته لإحدى المستشفيات أقر بأن الفساد الحكومي وسوء التخطيط وراء تردي واقع المستشفيات، لكن السؤال هل يحل هذا الاعتراف بالفساد وسوء التخطيط أزمة الأكسجين التي تودي بحياة العشرات يوميا أو احتراق المستشفيات المتكرر؟ وماذا سيفعل الكاظمي بعد هذا التصريح الرنان الحقيقة؟ هل سيقاوم الفساد مثلا؟ هل سيتخذ إجراءات حازمة لطرد الفاسدين والإيتاء بناس بكوادر علمية فنية أهمها على البلد؟ مشكلة الأكسجين أخي العزيز هاي كانت من زمان، حتى بأيام الحصار لما كنا نشتغل في العراق كنا نتوقع في أيام الشتاء القارف مثلا من تصير أزمات الربو عند الأطفال هنالك تحصل أزمات أكسجين، لكن الحكومة العراقية في تلك الفترة سوت أكسجين مركزي في كل مستشفى. هذا الأكسجين المركزي هنالك سنتر موجود للأكسجين
ويتم توزيعها بطريقة فنية وبطريقة علمية مع وجود صمامات تمنع حدوث التسريب، مع وجود صمامات تمنع حدوث حالات الحرق. نعم. هذا الجهاز المركزي للأكسجين لم يشتغل في أغلب المستشفيات بعد 2003، لم تتم عملية إدامة هذا الجهاز المركزي للأكسجين في كل مستشفى، وبالتالي أصبحوا العراقيين يجيبون قناني الأكسجين واللي هي خطرة جدا، وهذه ما بها معايير، يعني معاييرها هذه القناني الأكسجين معاييرها معايير السلامة مالتها قليلة، معايير العملية صرف الأكسجين من قنينة الأكسجين جدا. نعم. جدا تكون أكثر مما هو معطى وما هو محسوب، وبالتالي يصير استهلاك الأكسجين كثير وبالتالي يفقد الأكسجين. نعم دكتور. لا توجد عملية مخططة لاستهلاك الأكسجين بصورة صحيحة في العراق. مع كل الأسف. شكرا دكتور عرفان الشمري، اختصاصي أو أخصائي طب الطوارئ، كنت معنا من لندن.